يا ميت اهلا وسهلا حكيم، بيتك ومطرحك. يستاهل البيت واصحابه عم بطالب. قلت لي معناتها انت على علاقه منيحه مع نسيبنا. اي نعم. يا ميت اهلا وسهلا. متهلي. قلت بيجي بخبر جنابك مشان تشرفنا ست مريم، مشان تحكي مع النقيب حسان، ده امر ضروري. هي من جهه. ومن جهه ثانيه قلت واجب اجي سلم على حضرتك بعد رجعتك بالسلامه. الله يبارك فيك يا حكيم. معناتها انت عرفت الشيء اللي صار معي. اي نعم، خبرني النقيب حسان وعملت انا وياه كل جهدنا لحتى نعرف مصيرك، بس الموضوع كان بمهم وغامض. الحمد لله على كل حال. ان شاء الله نعرف مين وراء ملابسات هذا الحادث. لا بد ما ينعرف. يعني حضرتك ما قدرت تحدد مين وراء هيك حادث؟ ابدا، بس الايام جاية ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. اهلين ابو رمعي، خير؟ شوفي الله لا يخرب لي اياك يا ابو الفوز. هي جيتي من عند الزعيم؟ ايه. شو ايه؟ قدحت لك اياك مقترح، خليته يلف مثل البلبل بلا خيط. حلو، يقبرني البطن اللي حملت. يا هيك زعيم كتفي يا بلا الك. حبينا نخبركم بس توصونا شيء. سلامتك. خاطرك. مع السلامه. على عامر يا ابو مرزوق. شرفت بعيد. الله يرضى عليك. شرفت عصفورين بحجر. هلا انا عصفور؟ انت يا ابو مرزوق. يا ليلك يا بدني ربك. اهلين. مشان مصداقية زعيم الكتلة الداعية ابو جمعي. نعم. هي طلعتي من عند الزعيم. وشو كنت عم تساوي عنده؟ قدمت له كم مقترح، خليته يمشي على الطارة. روعة. روعة. وامتى بتطلع هالمقترحات نتائجها ونشوفها يعني ونبصرها؟ ان شاء الله بتلمسوها هي مع الوقت. يعني على مبدأ عيش يا قدي. الله يعطيك. مع السلامة. يلا السلامة. اقتراحات بتسر وبتنومس وانت من أهل الخير. مع السلامة حبيبي. هلا قدمي اقتراحات. دخيلك أنا. يا رب. شرفت بمعرفة يا طالب. أهلا وسهلا بيك يا ميت. أهلا وسهلا. كملت شيفك عنا. إن شاء الله. إن شاء الله. الله معك. السلام عليكم. الله معك. مع السلامة. مع السلامة. الله يسلمك. لك أنا أبو طالب نور الدين الأنواتي اللي دوخت الفرنساوي وأرغمته على مطالبي، وأهل الشام كل من كبير ولا صغير بيعرف هالشي وبيحلف براسي تصير سيرة خطيفتي على كل لسان. لا، ما راح أسمح بهالشي بنوب، حتى لو كان هالشي على دمي وغير بإيدي وبذات نفسي. ما راح رد الصاع إلا عشرة. العاد يا بنيتي، قومي حضرينا عشاء عسى محمد يكون جعان. والله يا عمي إذا بقلكم مو جوعان كنت عم كذب عليكم. من عيوني أطيب زاد أطيب ناس. تسلم يا بنيتي. عمي تفضل. أنا بدي استشيرك بقصة. تفضلي وليدي. عمي أنا من فترة سافرت على مصر مشان كفي دراستي وعلامي. زين. وهنيك تعرفت على بنت مصرية، ما بعرف هيك شلون دخلت لقلبي ودخلت لقلبها. حبيتها؟ اي والله يا عمي. اي وعد؟ اتفقنا انا وياها على الجواز. اهلها ما وافقوا؟ لا عمي مو هيك، اهلها موافقين، مو هون المشكله. العاد عمي انا وحيد امي، ما بقدر بعد عنها، وهي كمان اهلها كبار بالعمر وما بتقدر تتركهم لحالهم. يعني انت لا تقدر تعيش بمصر وهي لا تقدر تعيش بالشام. اي والله يا عمي بصراحة أنا ماني عارفان شو ساوي. هاي جيتي من عند الزعيم صهري. ايه. ايه شو ايه؟ قدمت له كل مقترح، خليت لك يا عدو لاب واحد لا بيخطر ببال لا بإنس ولا بجن. ايه. لك شو ايه ولا ايه؟ عم قلك صرت أحد المقربين بالعضوات، حبني وطار عقله فيدي. بصلاة محمد إن شاء الله بيقبر قلبي الفهيم خليل الزعمة والسلاطين. ايه
يقبر قلب الفهيم خليل الزعمة والسلاطين. حاصله انت وياها. تفضل. هذا الحكي لك اختي. اي امور اخي. بكرة الصبح بتحملي حالي بتاخدي افتكار والشيك لعند الدايم حسن انت وياه. يوه مشان شو لك اخي؟ مشان شو يعني؟ مشان حبل اتأخرتوا بدنا نتيجة. روّق لك ابو لمعي روّق، لشو هالعجلة؟ يعني اللي ببيت اهله على مهله، لشو مستعجل؟ سبحان الذي خلقك، هذا جوزك عنده ميزتين. ذكى سبحان الذي خلقه. الله يخليك يا وكرم بسطن. الله يخلي لنا اياك، الله يخلي لنا اياك ابو لمعي، وانت اخوك يا بعدي كمان عنده ميزه سبحان الله اللي خلقه. مطيلس مطيلس بشكل مو طبيعي، تخنتها هيك صارت هيك صارت. شو هالحكي عم نمزح معك؟ اهلي ابو لمعي عم نمزح معك. شو علي؟ الحاصله كمل اخي. شو ما رجع ابوكي؟ لسه. يخ والله طول كتير، لكن انا ليش مشغول بالي؟ طب ليكون فات وانت ما انتبهتي له؟ لا ايوه، من وقت ما طلع هو والدكتور عصام وانا قاعده عم استناه. طيب معقول لساته واقف على الباب؟ ما بعرف. يعني انشغل بالنا كتير. طب ليكون راح مع الدكتور عصام؟ لك شو بده ياخده معه؟ ايه ابصر. يلا عمي يلا، ما تبهلت لك عميلها. امرك عمي. بس تخلص هاي عندي بسرعه فورا. صباحك خير. والله معك. ما ماله مبين بالزقه. طب وين بده يروح؟ ان شاء الله خير. طب شو بدنا نعمل هلا؟ شباكو ميمي ليش هيك واقفين؟ أبي ماله بالأوضة؟ لا ماله بالأوضة، ليش وينه؟ نحن اللي بدنا نسألك عنه وينه؟ على أساس عنده ضيف وبس يروح الضيف بده يرجع على الغرفة وينه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله على هالسيرة. هاتوا القلم من فضلكم ودواي يا بنا حلو ركبي صفحتي من بلوتي ولا شر علي أدوار. سكينة سكينة مريني يا خانم. انت وين مختفيه وتركتني كل هالوقت؟ انا عم حضر لك العشاء يا خانم. ومين قال لحضرتك انه انا بدي اتزهرم واكل؟ مريني يا خانم. عدلي وحلمي وعدوني يجوا لعندي يخبروني شو صار معهم ولهلا ما بينوا. انا بخدامتك، شو بدك لاعمل؟ شو بدي؟ بدي اياهم يجوا لعندي. ايه على عيني، من وصلتي على البيت وانا بخبر رشدي يستفقد لي القصه. عم اقول لك هلا. والله يا خانم هلأ صعبة، يعني هي ما بقي إلا ساعة لجاجة الضو، هلأ ما فيي أترك الشغل. ماشي، بس من صباحية الله بتخلي رجدي ينزل على الحارة ويدور عليهم يستفقدهم خليهم يجوا لعندي. على نافوخي. روحي هلأ. حاضر. وتاهت بياد دروب المدن شرقا وغربا علي أجد بلسما ودواي. يا ظل البشر مسحوا دمعتي. قسما بالله لأنت أولكم هسه عدانين عدلي وحلمي،
واحد بده مالكاني. قلت مبلوعة شوي، بس التاني يتجرأ ويطلب ايدي انه يتجوزني. ولك انا مراد اغا اللي كان بيملك نص الشام ما كان معبي عيني. اجي باخر عمري اتجوز شقفة ارد مو معروفة قرعت ابوه من وين. يا الله هالعالم كيف هيك. رحمة الغوالي بس اطلع من السجن لحتى اقطعكم واحد واحد. الصبر يأمل البشر ينفع لكل علة ودواي. يا 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 نديمي. أهلين أم طالب. شو وين كنت لهلا؟ مشوار صغير. وين هاد المشوار كان؟ مشوار بعدين بحكي لك. يا أبي والله من خوفنا عليك. ولا ما بدك يعني ينشغل بالنا على أبونا اللي نطف قلبنا حتى رجع لنا بالسلامة؟ بعدين ما منعرف مين ورا هالعملة السودا اللي صارت معك يا أبي، ومن حقنا نخاف عليك. ومو بعيد أولاد الحرام يرجعوا يعيدوا الكرة مرة تانية. والله تقبر قلبي البنات الحق معهم، يعني كمان نحنا من حقنا نخاف عليك. ماشي ماشي، روحوا هلا أنتوا ناموا، أنا كمان تعبان بدي ريح. ليش أبوكي كل ما فتحنا له السيرة بينجعز وبيسكر عليها؟ والله ما بعرف. أبوكي صاير مو طبيعي بعد الشي اللي صاير معه. في شي مخبي علينا ها؟ تعرفي لك مريم، أنا صرت كتير خايفة على أبوكي. والله معك حق، أنا كل شي فهمته إنه مو حابب تنفتح السيرة قدامه ابنه. طيب بس ليش؟ أبصر شو رايك بالزيتون؟ والله على عيني. ضايب عمي عامرة كل يا ولدي ما شلت؟ والله ما عاد فيني. صحة وهنا. على قلبك. بل هنا والشفا. تسلمي. يسلم ايديك يا بنيتي. وانت بعد خلصت يا ابو؟ اي والله يا بنيتي. بل هنا بل هنا. يا رب. عمي ما عطيتني مشورتك. انا رأيي وقلته يا ولدي، وإن كنت تريد تسمع مشورتي فتبعث مرسال للبنية وخلها تشوف نصيبها. عمي أنا عم أقول لحالي إنه البنت مو رايديت. لو رايديتني كان بترك أهلها كرمالي. وهي بعد من حقها تقول إنها لو رايدها أنت تتركها لك مشانها. والله يا عمي حكيك دراهم. النصيب يا وليدي ما يقف عند حد. أنت تشوف نصيبك وهي بعد تشوف نصيبها. تعرف عمي يمكن أنت حكيت الشيء اللي جواتي اللي أنا نفسي ماني قدران أقوله. طيب عمي يلا. السلام عليكم. أهلين أبو حميد. أنا جاهز وأموري كلها تمام والسيارة جاهزة. عمي أبو حميد ما نكون عطلناك عن أشغالك وأعمالك ها؟ لا ولو، والله بدنا خدمة تحريز. لك والله أنك أنت المحريز، شرف عمي شرف. يلا. Thank you.
ما في حدا. صحة 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 على قلبك على قلبك. طالب بلشت تدعو الناس مشان الخمسية تبع مال الشام؟ لكن تقبرني من اليوم بإذن الله. أيه خلص يا عبي لا تاكلها. الله يرضى عليكم الله يرضى عليكم. شو مصابر؟ أم عبدو قالوا لكم مشان ضلوا عنا وتونسونا لبما يرجع جوزك وابنك بالسلامة؟ إيه تقبرني قالوا لنا إلهي خلينا إياك ويطول بعمرك يا ابن الأكابر يا ابن الأجاود أنت. بعدين قال ممنوع أقول لك أم عبدو أم يحيى. أحلى أم يحيى. الله يجبر بخاطرك، لا تنسى تسألني على ابني محمد. لا يا أم صابر أنا وعدتك. خلص أم صابر خلص. يلا بخاطركم. الله معك. الله معك. هدوا 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 هدوا. مهونة، روحي ميمي روحي. يلا قولوا بسم الله قبلوا أكلكم. بسم الله. هاتي تقبريني هاتي صحن. لسا ما خلصت. لك إيه؟ هاتي لقمة. والله ما عاد فيني. أم يحيى هاتي. شو تقبريني؟ هاتي. مليان صحن. يا ميت أهلين وسهلين. لموا هالإيدين يا رب. أهلا وسهلا. يلا قولوا صحة وهلا. أهلا وسهلا تقبريني. لك شو بكي يا بنتي؟ سألتيني أول مرة وتاني مرة وتالت مرة قلت لك أشبيني الحديث. مظبوط يا أبي معك حق بس يعني. بس شو؟ لك ما حلك تعرفي طباعي. والله بعرف طباعك وحافظتك بصم بس والله من خوفي عليك. لا لا ما تخافي يا أبي من بعد إذنك يعني هيك إذا بتحكي لي وبتفضفض لي وبتريح قلبي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لك مريم مريم الله يخليكي هي السيرة ما بديها تنفتح بنوب. شي بيحرجك يعني؟ مريم خلص يا ابي. مريم شو صار معك طمنينا؟ عصب علي وطلع مزعوج ولا حكى ولا حكى. ليش متكتم كل هالقد؟ بس بدي افهم يعني ابوكم اول رجال بيصير معه هيك فصل؟ يعني معه حق، زلمه بمكانته كبير عليه كثير. والله مال الشام معه حق يا مريم. بس ليكو الحمد لله رجع بالسلامة، لازم بقى يحطه بالصورة نحن أهله وناسه. إيه بس أبوكم هيك طباعه ما حلكم تعرفوه يعني؟ معك حق. معقول يكون بيعرف مين ورا خطيفته؟ خجلان يحكي مين هو؟ والله ممكن. يعني جاهز. شو صار معكم ميمي؟ لساته متكتم على القصة وما بده حدا يحكي معه بهالسيرة بنوب بنوب. يوه وبعدين يعني لإمتى هيك بده يضل؟ معلش يا ما طولي بالك. لك امي لامتى بدي ضل بالي؟ في حديث ضروري لازم حاكي فيه. امبارح حاولت حاكي فيه كمان نفس الشيء قال لي بعدين بعدين. شو الحديث؟ بعدين بقول عليه. ايه بلكي لان الزعيم ابو طالب بيعمل لي قيمه واعتبار مثل اخوك ابو لمعي. ايوه ليش الزعيم أبو طالب عمل له قيمة واعتبار لأخي أبو لمعي من وراء أفكار مرته؟ لكان شلون؟ لا تقبرني لا حبيبي، الزعيم أبو طالب عمل له قيمة لأخي من وراء أفكاره النيرة البعيدة المدى. شو يعني فكرة بعيدة المدى؟ يو لسه بيقول لي شو فكرة يعني بعيدة المدى؟ يعني فكرة نيرة مثل أفكار أخي إن شاء الله بيقبر قلبي إلهي هو وأفكاره مثل منه تقبرني؟ تضربي انت واخوكي شويه ابن عمي. اه لا 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 ازدهار ما في شيء ما في شيء. شو الكذب يعني؟ يعني صراحه لازم دور مثل ما تفضلتي على فكره نيره مثل ما قلتي. تكان تقبرني بس انت لا تنسي تروحي وتاخدي مرت ابو لمعي معك لعند الضايق ام حسن منشان يعني نعرف شو قصه هالحبل. ليش تاخرت لهلا؟ ايه ايه من كل بنت تقبرني شو عليه. ايه هلا شوي تاني بقوم بلف ملايتي على مني وبروح لعندها. بدك شيء؟ لا سلامتك تقبرني ان شاء الله دايمي على الصفرة. صح وهنا في شيء ابن عمي؟ اه لا 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 ما في شيء. السلام عليكم. الله معك تقبرني روح ولقلب داعي لك. إن شاء الله بيقبر قلبي أخي أبو لمعي. بكرة بيقولوا فلان يا فلان ازدهار أخته لصاحب الأفكار النيرة وبعيدة المدى. إيه ها؟
غير. أبو شاكر من الآخر ومن دون أخذ وعطاء. مو قبل ما تقول صباح الخير. صباح الخير أبو شاكر. فوت بالموضوع يا شو. شلون بدي يصير رجال قبضاي ومعتبر وعليه القيمة مثل ابن حناي أبو لمعين؟ ضحكتني والله. رجال عليه القيمة ومعتبر مثل أبو لمعين؟ على الكسم المجعلة ولا الكرش اللي ناتعه مترين لقدام ولا هالطول الفارغ هي اللي مثل عرق الفول؟ روح روح دور لك على غير شغله. روح. ليش عم تكسر المقادير في ابو شاكر؟ هي ابن حماي ابو لمعي كمان طويل وله كرش هالقد. صحيح ابو لمعي طويل وله كرش كمان لقدام ناتعه متر مترين ثلاثه، بس ابو لمعي فهيم. انت عديم الفهم. طيب ابو شاكر شلون بدي يصير انا رجال هيك فهيم وعلي القيمه واتقرب من الزعامات والعضوات مثل ابن حماي ابو لمعي؟ بسيطه، قدم للزعيم ابو طالب مقترح يفيد الحاره. وبرايك ابو شاكر يعني شو المقترح؟ بدك تبحبش عليه انت. يا حبيبي يا ابو شاكر انا جايك مشان تساعدني بهالسيره. يا حبيبي عليك، لو كان أنا عندي مقترح كنت أنا قدمته للزعيم أبو طالب وبصير علي القيمة وبصير معتبر قدام العضوات. إيوه لكن اللهم صلي عليك يا نبي. هلأ منين بدك تنبش مقترح سميدعي وأخو أخته يا زينور؟ يا حبيبي يا حبيبي، كنا بأبو لمعي المشسي صرنا بزينه المشسي نمرة اثنين. عيش وشوف. مرحبا بشاكر. أهلي بسهلين بفتحي. تعال بفتحية بفتحية. تعال لا أخي، ما بدك تعطيني حسبة الكرسي اللي أشجته؟ برجع مساء. قول أول كل مرة عندي المساء. الله يوفقك يا مو. مو لازم تروحي لبيت الزعيم أبو طالب تطلبي لي البنت مثل ما وعدوك الجماعة. لك يا أمي أنا والله ماري نسياني موضوعك، بس طول بالك لسه في وقت لحتى يرتاح الزعيم أبو طالب بعدين بنحكي. شح ارتاح يا مو، ليكو بالحارة مثل النسر رايح جاي. مو بدنا نعرف إذا بالأول البنت لان راسها وقبلت تتجوز؟ لبين ما يلين راسها للبنت ممكن حدا تاني يسبقنا وساعتها منقول يا حيف ويا ندم. لك يا أمي طول بالك الله يرضى عليك. اسمعي يا مو، أقسم بالله إذا راحت البنت من بين إيدينا والله لجن وصحب الحواير. عم تفهمي؟ فضائل الله والرسول، لا تحكي لك حكي لك ابني. الله يرضى عليك، والله أنا مالي غيرك من بعد رب العالمين. أنا تخفيها ولا تبردي قلبك. يلا شلون قلبي لهفلة لهالبنت؟ ليش رجلي يساؤني لهون لو ما حبيتها؟ طب شو ساوي؟ شلون بدي فاتح الحاج الطبراوي بهالقصة؟ علامك يا وليدي، خير ان شاء الله. وين سارح؟ والله يا عمي صارح بالحكي اللي حكيت لي امبارح. اها وش لقيت؟ لقيت انه معك حق، وانا كمان قلبي ما عاد لهفله مثل اول. يعني القصه مو اني بحبها، القصه اني خايف اكسر بخاطره. اه معليش يا وليدي، للحين ما صار شيء. لا تعلق البنت باوهام، ها تراك تكون خذلتها اكثر يا وليدي. انا بامرك. يشهد الله ان وجودك بيناتنا يونس علينا وحدتنا يا اخويا محمد.
ليه ما جبت رفيقك معك؟ لا تزيدين عليه الأسئلة يا بنيتي. ولو يا عمي، أنتم مثل أهلي. وأنت بعد كأنك أحد منهم. الحقيقة أنا ما كنت قاصد إجي لهون، بس شلون رجعي ساقوني لعندكم ما بعرف. هلا برحب، حياك الله، الله لا يسوقك إلا للخير يا وليدي. على الرأس يا عمي. يلا قعدوا، أنا رايح أجيب الزاد. يلا تفضل تفضل. يا أمو، بكرة البنت بتروح من إيدينا. اطمن يا أمي، ما حتروح من إيدينا، لأنه البنت أساساً معندم ورضياني تتجوز. وش كان حدا تقدم له ووافقه؟ شو منعمل؟ ما منعمل شيء، بيكون نصيبه لك أمي. إيوه، على قولة المتى، اضربه وصيبه وقول نصيبه. أمي الله يرضى عليك، أنت اهدى وركون وتركني أنا أتصرف. أمي، إذا هيك بنت بتروح لحدا غيري، لا ارتكب جريمة ما حدا سواها بالمرة. يه، فضايل الله والنبي على الحكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، شو صاير له الولد؟ اللي يومين حايس ولايس بهالشكل. يلا لا يحرمني ابو الفوز. سلامتك ابو الاخ. يا ابو لمعي، ما عاد نام لا ليل ولا نهار من وجع ظهري. من وقفي ابو الفوز؟ من وقفي؟ لا إلا كان عم توقف لك 12 ساعه، ليه ما بده يوجع ظهرك؟ يا ابو لمعي، اللقمه مغمسه بالدم. هلا رح اعمل لك كاسات هوا بالكريكات ما بيبعدوك. الله وايدك يا ابو لمعي، الله وايدك. وهي شغله كاسات الهوا قديمه ابو الفوز، مو شغله جديده. ها شو هالحكي؟ لك من امتى يعني؟ شغله من وقت الاهرامات. ها لك على نفس المبدا، اديك مبوزه هي مطبلجه. ايوه يعني من ايام الفراعنه. من فرعني، الله لا يحرمني اياك، عم اقول لك شغله فلفل وقرنفل. ولي يا لطيف الطوف، يا ساتر استر، اضرب انا عليك يا ابو الفوز. شو عم تعمل لك ابو لمعي؟ شو عم تعمل له؟ شو عم نعمل له؟ كاسات هوا. كاسات شو؟ كاسات هوا، عم يعمل لي ابن حماك كاسات هوا. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم عليك يا ابو لمعي. عم تعمل له لابو الفوز كاسات هوا وما بتخبرنا؟ لك يا عيب الشوم عليك يا ابن حماي. بس يا عيب الشوم عليك يا ابو لمعي، يا عيب الشوم، يعني قلت لي وما قلنا لك ما في كاسات هوا؟ ايه هي قلت لك. خلص جيب كرسي وتسطح قدامه لابو الفوز. هيك دغري؟ ايه هيك دغري، شو بدنا نعمل لك معامله؟ ليش ابو لمعي، يعني بتصير هي كاسات الهوا بالجوز؟ لك هي بتصير بالجوز مفارد ومجاوز. يا اخي جيب لي الكرسي وتعمل لعي فاضي. ايه يلا. ها شلون حاسس حاله؟ اخ 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 مثل الحصان. ما سلاح لزين وشلاح وانا بصير مثل الحصان؟ لك خلص خلصني شلاح. اشلح طاقيه؟ لا خليك مرسم من فوق. شلون حاسس لحالك من فوق؟ حصان حصان لما بديش. حصان يا ابو لمعي حصان. يا الله لا يحرمني اياه، بدي خليك تعمل 70 بالتنكه. شلاح انت شلاح. يلا تعال فك ابو لمعي. هاي جزة بقدونس بتسر وبتنومس عمي يشرب، الله يعوض عليك. زينو يا زينو. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلين عدنان. اهلين براف البرتقال. ايه داموري لكن على كيفك؟ كل شيء بنيت ثلاثة بعيدة. تكرم عينك على راسي. السلام عليكم عدنان. عدنان ما دي شايف زينو بالقهوة، شو القصة؟ من شوي شفت فايت عند ابو لمعي الحلاق. عند ابو لمعي الحلاق؟ ايه خير ان شاء الله. عند ابو لمعي الحلاق معناتها بدي اروح لعند ابو لمعي الحلاق. ابو مرزوق. ابو مرزوق اهلين ابو سمرة. اهلين حبيبي. اهلين عم مرزوق، وين رايح؟ والله كان في جوز كلام بيني وبين زينو ما لقيته، عرفت شلون؟ قالوا لي انه عند ابو لمعي الحلاق. بيني وبينك ايه، كانه في اجتماع سري بين زينو وابو لمعي وابو الفوز. ها ايه، لانه هالايام صايره المؤامرات بالحاره على ابو موزه. على ابو موزه هذا شيء لا بيصير ولا بينوم. الحقني لنشوف شو عم يخطط ورا الحالي. شرف. لا تقول لي، قلت لك يا ابو مرزوق انه في مؤامره علينا بالحاره ونحن ما ندريانين. قلت لي كان ظنك بمحله هالشيء لا بالسر ولا بالنومس. يا عيب الشوم عليكم يا عيب الشوم. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم عليك وعليه. لكان لكان لحالنا وما عم تكوسنا كاسات هوا مثل ما عم تكوسوا بعدكم، ونحن من الكتله الشعبيه. ايه طبعا، يعني نحن ما نتكوس مثلكم. ليش انت قلتوا لي وقلت لكم ما في؟ ايه كوسنا. إيه على عيني وراسي، جيبوا هالكراسي وتسطعوا منها حالشباب. يلا يلا يا
يعني خد عليك شوي افتح الاواعي اشتاق يلا رح نتكوس مثلكم يلا يبقى ما تشتاق حلوة ناصة يلا شي حلو شي حلو اجت سكينة. سكينة دوامة ليلي يا خانو. ماني غشيمة عن هالمعلومة بس موصيتها على الغرض ولازم تجيب ليها. معناتها بتكون بالطريق. روحي انتي وخدي الأكل معك. أول ما بتوصل بتبعتي لي إياها بسرعة شو؟ حاضر. السلام عليكم. شو صار معكم؟ شفتكم تقضوها هيك عم تتصفنوا ببعض؟ عم بسألكم شو صار معكم؟ لقيتوهم للكلاب ولا لا؟ رشدي احكي للخانم شو صار؟ ايه 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 يا خانم كسرت الباب ما حدا رد والله وانت هلا جاية انت وحرمتك لحتى تخبرني هالخبر الحلو؟ والله والنعم روح نقلع نقلع انت وياها بتنكشوا الأرض لحتى تلاقوهم يلا حاضر بأمرك نقلعوا حاضر لك يلا امشي لك شو هالبهايم اللي الله بلعني فيهم لا شو جاييني مبسوطين وقال ما لقوهم بعد عم بحس انه الايام عم تركض ركض صباحو اهلين شو ليش هيك عم ترد الاهلين يعني كانه هيك مو عاجبه قالب بوزة ما شفت حالك شلون فايت وقالب خلقتها ايوه بلا شفت حالي والله شو وينو عم بطلان ماني شايفه لسه ما اجا ايه ما اجا حاصله خير بدك تبعد عن هالبنت ولا لا لا سيدي ما رح بعد عنا للبنت وإذا قلت لها من غصب من على الراسة بدك تبعد عن البنت لأنه ما في شيء بصير غصب من على الراسي عم تفهم لك بدر الدين عم تفهم ما رح بعد عنا إيدك هكولا ما رح بعد عنا للبنت عم تفهم لا حسن لا ترجع لك عم ايه عم بدف شاك شو بدك تعمل لو ما هاكون انت بدك تقول اسمعني اقول لك اذا بصير شايف سيرة مي البنت لو ضلها تضربك وما كان عم تسحب علي العصايه ولا ايه بسحب عليك العصايه وبرحمه والدي ايك وما كان بارضك حسن وينكم عمي جايين زاين جايين ايه شو عليك حسن انا بورشي اخ اخ يا جماعه حاسس رح يطلع لي دنب بظهري اخ اخ يا جماعه حاسس ظهري عم يغلي غلي مثل سماور الشاي لازم يا جماعه كل اعضاء الكتله ياكلوا كاسات هواء لانه شيء منفع شيء منفع جدا حلو حلو يا ابو لمعي الله يخليك يا ابو لمعي الله يخليك طمني بعد هالكاسات الهواء بيجينا اولاد يا الله لا يحرمني هالصفي ايش هو الاعضاء الكتله هي يا عيل يا سلام يا سلام شي سر شي بنامك يا حلو اي على مهلك ابو لمعي علي على مهلك نومست انا نومست يا ابو لمعي يسلموا ايديك اي لك شو جابني انا لهون شو جابني شبك زينو زسع فاضي اخراس اضرب منك لأله 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 ايش عم بلكن انا عم اخدمكن عم بلكن كاسات هوا كل اسبوع منا الله يكرمك لك وين صار هالبيت قربنا قربنا حشين حشين قطعتي نفسي هاد 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 ايه دق دق لنشوف وين تركينا لهالمخلوقة قاعدة على نار ما بعرف ما عاد يتأمن بحدا
عجبك؟ ولك هدول ما عم بيردوا؟ ايه بدهم يردوا غصب عنهم. ظاهر انهم مو بالبيت. ايه والعمل؟ ما بعرف. شو ما بتعرفي؟ اسمعي سكينة، إذا ما لقيناهم لهالقرود الزرق ما بترجعي لعند الخانوم. شو هالحكي؟ لك ما شفتيها؟ شلون صرخت بخلقتي؟ يا قسم بالله العظيم لولا قصة هالخلفة اللي عشمتنا فيها لكن فرجيتها أنت. هلأ شيلنا من هالعلاك الفاضي وخلينا بالمهم. هاكي تفضلي. بدك تتحمل وتسكت على نصتك مشان موضوع الخلفة، وإلا الخانوم رح تقطع علينا مصاريف الخلفة ونقعد نلاطش نحنا. إيه بس حضرتها ما تعيط بخلقتي وكأني أنا خدم عنده وعند اللي خلفوها. لك ما بصاير، رح ترجع لنفس الديباجة. قلت لك بدنا نتحمل مشان الخلفة. حاصله. أنا برأيي ضل عطيلهم لهالتيسين لحتى يرجعوا، شنو الظاهر إنه طالعين بكير من البيت، وبتبلغهم على لسان الخانم ها، وبتجيبهم مثل الطير الطاير وبتجي، فهمت ولا عيد؟ حسبي الله ونعم الوكيل بس. فهمت شو عم بحكي ولا عدلك نفس الديباجة؟ فهمت، لشوف شو آخرتها معك. بتضل عطيلهم، ما بتتحرك من هون لحتى يرجعوا ها. لك فهمت؟ إن شاء الله تكون فهمت خاطرك. بيعدمني ياكم أشي لفة إن شاء الله بالدور. حلمي وعدلي وتلحقوا لمعاد، وإن شاء الله أنت يا سكينة أول وحدة يا رب. ما في أمل. مبروك عمي، وإن شاء الله بتشوف الرزق وش هالبيت. الله يبارك فيك عمي أبو صفوت، وإن شاء الله بتشوف الرزق على وش بيت الصالحية والمال كانتين. الله يبارك فيك يا رب. يلا اصبحوا لي أنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله معك عمي. الله معك. شلوني معك شريك؟ أحلى وآخر رواق. ومبروك عليك هالبيت اللي قبها عدول. مبروك علي وعليك. لا سيدي، هذا البيت بكرة رح تفرغه باسمك لحالك. لا هيك ما بصير. لا سيدي بصير، وأنا بيكفيني بيت نادية خانم. ايوه المهم انت تساعدني حتى اخطبها واتجوزها وبيبقى لي بيتها ومال كانتها، ونعمه من الله والحمد لله. بدك الصراحه قول شريك. انت زلمه عينك شبعانه. نعمه كريم يا رجل، ليش كنت احلم يصير عندي اوضه؟ لك ما قلت لك من الاول انه انفتحت لنا طاقه من السماء؟ مزبوط. بس ليك لازم ندير بالنا من لمعات حتى وهي ميته. يا سيدي بعد ما تموت ما عاد تخوف. قولتك معلوم الأموات ما بيخوفوا، الخوف من الأحياء. معناته لازم نعجل شوي بشغلة إعدامها، لو بدنا نحط لنا كم ذهبية. لعيونك شريك. مشان كمان نلاقي لك طريقة نجوزك نادية خانو. أحلى شريك بالعالم. قول الله. يا أهلين وسهلين، يا ميت أهلين وسهلين. تقبريني شو هالزيارة الحلوة هاي؟ بعد زمان والله. تقبريني بصراحة، جاي أنا وإزيهان مشان تكشفي علينا. لهلأ ما حبلنا، صرنا سنة متجوزين ولهلأ ما بين علينا شي. وبعدي إيه مو على عيني مو على راسي، إيه ميت طلب بثلاث طلب. لك يا أهلين وسهلين، عن إذنكم اللي عملكم فنجان قهوة. روحي الله يجبر بخاطرك وفرحك بابنك حسن يا حق. آمين. لقطيك يا الله لا يحرمني هالشبوبية. يا أخي يا ابن معي، إيه إذا خلقت الجهات وما خلقت لحدا؟ شو الحكي؟ أنت واحد مواصي شو عم تحكي؟ وقليل ذوق لا بحبيتها من نبنوبها، وقليل معروف. لك اللي شو فيه وما فيك بايها. لك صباح أفندي اللي شو فيه. يا عيب الشوم عليك. أنا يا عيب الشوم علي؟ أنت لكان أنا لا تفت برات الصحن. لك صباح عم بتقول صباح حاف؟ يا حويب ده الخبز والملح فيك. وصلت معك لهون؟ ولسه كمان
وشو في لسا؟ يا نسناس انت. انا؟ وبتحتالي كمان. شوف اذا ما بدك تحكي رح تطق الكبسولة وتقفع معيها. اوه اعلى ما عندك بالخيل ركاب. لا هيك رح تقفعها. بدك تحكي لما كبرها. يا الله لا يحرمني هشبوبية. يا اخي يا ابن معي. ايه اذا خلقت الجهات وما خلقت لحدا. شو الحكي؟ انت واحد مواصي. شو عم تحكي؟ وقليل ذوق. لا بحبيتها منك بنوبها. وقليل معروف. لك اللي شو فيه وما فيك بايقة. لك صباح افندي اللي شو فيه. يا عيب الشوم عليك. انا يا عيب الشوم علي؟ انت لك كان انا. لا تفت برات الصحن. لك صباح عم بتقول صباح حاف؟ يا حويد الخبز والملح فيك. وصلت معك لهون؟ ولسه كمان. وشو في لسه؟ يا نسناس انت. انا؟ وبتحتالي كمان. شوف اذا ما بدك تحكي رح تطق الكبسولة وتقفع معيها. ايوه اعلى ما عندك بالخيل ركاب. لا هيك رح تقفعها. بدك تحكي لما كبرها. لك يا منظوم، لكن معقولة تعمل كاسات هوا للشباب وتنساني انا؟ انا صباح افندي على سن رمح وكلمتي ما بتنزل الارض. ما بتقول لحالك لاسلخ وكم كاسي لحتى يريح جسمه؟ لا الله عليك يا صباح افندي، هلا كلها طرني ورنني بشان كاسات الهوا. احكي من الاول. ليش قليلة عملتك هي؟ ايه ما لقيته غير ناطي فوق تافي. انت ليش ما كنت معون؟ ولك ابو لمعي لا تلف وتدور. انا بفهم عليك. ها اخي ما رح لف ولا رح دور. هلا بدي انقفك كاستين هوا خليه تطلع على السلم فشخ. ايه ها هلا انت على عيني. معناتها اشلاح وعيب من تحت وخليك رسمي من فوق. ليش شو عليك؟ انا اللي بشلح. وهيك احلى ورسي لصباح طلعت عنك يا جاكي. خذ شوي شوي عشان ما يجعلك. اقعد هون. تفضل. يلا يا ابن الحاجات. كم صباح افندي عندنا؟ يسلموا بيضتها هلا. لك وين اختفوا هالسعادين كمان؟ ايوه وشغلوني وراهم كمان. لك يعدمني حاجة الناس اذا ما كانت امر من الموت. والتانية لما اتخانهم بدها تستعبدنا يعني، لانه رح تعالجني على حسابها ويجينا شقفة ولد. السيرة هاي شو يعني ابقى ساكن على هالباب الزفت هاد لبين ما يجوا هالبغلين؟ يا اخ مور عمي. مين جنابك؟ شيه انت اللي مين جنابك؟ انا رشدي. شرفنا عم رشدي. خير حضرتك شو بتكون بالنسبة لحلمي وعدلي؟ ومين اني دول حلمي وعدلي؟ حلمي وعدلي اللي ساكنين بالبيت. لك عمي انا لا بعرف لا حلمي ولا عدلي. شو هالحكي؟ لك شو هالحكي؟ هاي القصص فيها مزح. هذا البيت صار ملكي الملك لله. عم تمزح؟ ليك لك ما شايف المفتاح بايدي بدي افتح الباب وفوت على بيتي؟ يعني الشباب حلمي وعدلي ما عاد يجوا لهون؟ أمنت بالله لسه بيسألني ذات السؤال نفسه. قلنا لك ما بعرفهم. لك عمي ايه والشباب وينهم هلا؟ وانا شو بيعرفني اذا بعمري لا شفتهم ولا سمعت عنهم. عمي يعني بفهم من هالحكي انه جنابك ما شريت البيت من الشباب؟ اشترينا البيت من الدلال. لك عمي ايوه تفضلوا. لا دايم ان شاء الله. حلوة هالعلقة هاي.
وانا شو بدي الا لهي لمعات البطيخ بدون شيء عم بتنط ما بتحط وعم بتنقط سم. طلع معي هذا المقترح يا جماعة من حرقة قلبي وقلب صهري زينه على حالنا، يعني الله سبحانه وتعالى ما أكرمنا بالخلفة، ليش لحتى ينحرم غيرنا؟ ليش؟ لأنه ما معهم ثمن العلاج وخلافه؟ لك عفارم عليك على الاقتراح يا أبو لمعي، لك عفارم عليك. الفكرة بمكانة يا أخوان. بري عليك يا أبو لمعي، لك وين كنت مخبي هالأفكار العظيمة هاي؟ لسه ما شفت شي صباح أفندي، الخير لقدام. أنا شايف يا أخوان أنه مقترح أبو لمعي بمحله ولازم يتنفس بالسرعة الممكنة. منت علينا يا أبو طالب. وبنفس الوقت الخلفة اللي راح تجيبها حريم الحارة هي دعم للحارة وحماية للأوطان. الله الله عليك، الله الله عليك على المقترح وعلى النظرة المستقبلية العظيمة. شو فكرة أبو لمعي بمكانة يا أخوان؟ أبو لمعي من اليوم ورايح أنت رح تكون واحد من المقربين من العضوات، وأنا يا زعيم من إيدك هي لإيدك هي. الله يخليك يا أبو لمعي. أخي أنت مهمتك وين في نواقص وين في عيوب الحارة تنقلنا إياها لهون على الديوان، وأنا بالخدمة يا زعيم. كمان أبو لمعي اقترح علي اقتراح أنا شايفه بمحله، البنات اللي عنا بالحارة اللي تجاوزوا سن الرشد لازم نجوزهم. اقتراحك بمحله. إيه يعلم الله. والمقترح يلي عم يقوله الزعيم مسبباته الرئيسية أنه نتكاثر ويتباهى فينا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ألف مرة وألف كرة. اقتراحك بمحله. ايوه عن اذنك الضيقة رايح وراجع. تفضل يا اخي. معك يا ابو طالب. الله معك. الله معصبه يا اخوان. تفضل يا مختار. وين كنت مخبي حالك كل هالمدة؟ والله يا شيخنا انا بين الايادي من وقت ما رجعت من بيروت وانا قاعد بالدكان، بس انتو يعني ما نشنتوا علي منيح. يا حسن بدر الدين تعال شو خير شو في؟ اجا شغيل بشير افندي واعطانا حق البضاعه. كثير منيح، شو المطلوب؟ المطلوب زعيم مشان تسجل الحسابات على الدفتر ونعطيك المصاري. لا يا بدر الدين، يعني ما بتعرفوا تنزلوهم على الدفتر؟ مو شايفيني مجتمع مع العضوات؟ يا زعيم ما بنعرف ننزلهم، وإذا طلال مشغول نحن بنروح من نادينا. طلال مو بالبيت. وينه طلال؟ عمي بتحطوا الغلية بالدرج، إذا ما إجا طلال أنا بجي بنزله. يعني جايز ما يجي طلال زعيم؟ بتحطوا الغلية بالدرج. أمرك زعيم. هذا أكيد الزعيم بعد طلال مشوار خاص حتى مشلوش عليه. يا أخي أنت لبقى تحكي معي؟ إن شاء الله عمرك ما عاد أحكي معك. قسما بالله مجنون. خليني اسمع حسك بس. خلص اتفقنا الموضوع متي. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير يا أبو طالب؟ لك شغلة صغيرة بالخان ما في شيء. بغيابك يا سيدنا اتفقنا شلون نقنع العائلات باقتراحها. ابو لمعي كثير منيح، معناتها لازم نعجل شوي يا اخوان. ما لا تاكل هم الناحيه يا ابو طالب، الامور كلها ماشيه. طيب في شغله ثانيه. تفضل. تفضل يا ابو طالب. كلنا اذان صاغي يا زعيم. يا جماعه مشان موضوع التبرعات لاخواننا بالجزائر انا شايف انه تراجع شوي. ما بخبي عليك يا ابو طالب، فتره غيابك من غير شر انشغلنا شوي عن الامر. إيه بس مو بإيدنا يا مختار. هيك لأنه بالنا كان مشغول عليك. إن شاء الله خير شيخنا. على كل حال هلأ لازم نرجع نركز عليه الله يرضى عليكم وما يبقى شيء يشلشنا. بتمون يا أبو طالب بتمون. لذلك شيخنا الله يرضى عليك هاي المقترحات نحن بنهتم فيها. أنا بقول نكلف أبو لمعي بس لحاله بموضوع التبرعات للجزائر. وأنا بالخدمة زعيم. رأيك بالمكان يا أبو طالب؟ مثل ما عم تقول يا أبو طالب راح نتفرج كلياتنا لبيئة الاقتراحات. ايه على بركة الله. إن شاء الله يا رب. بعد اذنكم يا اسيادنا حارس ابو سمره بده صباح افندي الامر ضروري. عن اذنكم يا جماعه تفضل روح اجي بس. ان شاء الله ان شاء الله. لا تطول. الله يسعده صباح افندي. اهلا ابو سمره. هاي جبت لك الشاب يشتغل عندك بالدكان مثل ما اتفقنا. وينه؟ شحوا ليكو على باب الدكان. شو اسمه؟ تيسير. شرفت يا ابني. بدك شرف يا افندي. شوف عمي
صباح افندي رح يعمل لك اجره مرتبه، بس بدك تكون فتح وفي الهوي وتلقطها هيك على الطاير، يعني تلقط الزبون مثل المغناطيس يجي يشتري من الدكان. ما يهمك يا افندي. شوف يا ابني، انت من هلا ورايح تعتبر هذا المحل محلك. ليش؟ لاني انا رح انشغل بديوان الزعامه. طبعا عمي تيسير، لانه صباح افندي صار عضو من عضوات الزعامه عنا بالحاره. الف مبروك يا افندي. الله يبارك فيك يا ابني. اهلا وسهلا. بعدين إذا عصلا جبعك شي بيعة شروي فوراً عليك بأوب سمر. ليش؟ لأنه صار في عنده خبرة بالبيع والشراء. طبعاً ما يهمك صباح أفندي، أنا رح ضلني حواليه لحتى تأخذ إيده على البيع والشراء على رأسي من فوق. الله يرضى عليك يا أوب سمرة. تعال يا أبني لحتى أعطيك تسعيرة القماش. تعال حالي. شرف. انتبه ها؟ أهلين أبو مرزوق. أهلين أهلين أبو سمرة، شوفتك بتنومس يا قلبي. الله يخليك. فتحت تفاحة. يلا شكراً يلا. شكراً. تعوذ الله. اسود وقلبه ابيض الباذنجان يا بروديه يا بطاطا، للبازاليا البازاليا، للمراه والجزر يا بازاليا. يعطيك العافيه. شو زينو؟ شايف ابن حمار ابو لمعي عصي ديوان الزعامه؟ عجبك يا ابو شاكر؟ عجبك؟ اخ يا خوفي، ضموا له العضويه ونخسره كرئيس كتله. معقول يغدر فينا ابو لمعي يا ابو شاكر؟ ايه مو معقول بنوب. لكن شو عم يعمل دبقان بديوان الزعامه لهلا؟ شو بدي اقول لك ابو شاكر؟ تفضل انطق الجوهره، شنو قلبي فاير فوران. ان شاء الله الله يسمع منك ويصير ابو لمعي من عضوات الحاره. فرحان يا درسان؟ اه لك ايه فرحان. شنو إذا صار أبو لمعي من عضوات الحارة والسلام هيك منصيب، رح صير أنا مدعوم أبو لمعي مدعوم. ادعمك خنان إن شاء الله يلي اشرفتك أشياء زينو. أبو شاكير، ما بدك تبطل كلامك اللي بيهز البدن، أنت ما بدك تبطله. يا جماعة وينو أبو لمعي؟ شو لزق بديوان الزعامة؟ هلا كنا بيسيري أنا وزينو. ايوه شو قصة أبو لمعي يا جماعة؟ لزقان بالديوان تركنا هون على نار، ماشي لا بيسر ولا بينومس يا جماعة. هو يا خوف يطير من بين إيدينا ويصير من عضوات الحارة. يا لطيف. معقول؟ لكن معقول ثلاث ساعات يدبقان بديوان الزعامة؟ شو عم يعمل؟ كلنا بهلبة. دير بالك يرضى عليك. براسي يا أفندي ما تاكل ها؟ وهي صباح أفندي فاتت بق جوا كمان. ليش مالك دريان؟ لا والله خير. مو صباح افندي صار عضو من عضوات الحاره بصلاه محمد؟ يطعمك الحجه والناس راجعه. ايوه ونحن شو نحن؟ نحن عصبتي علينا صفينا بين الرجلين بعد ما صرعنا ابو لمعي افندي بالتحرم من العبوديه. وحد الله ابو شاكير، اي وحد الله، ابو لمعي لم ممكن يغدر فينا، لم ممكن. ها؟ لكن شو بتفسر لي دبيت ابو لمعي بديوان الزعامه؟ لك يا حبيبي يا روحي يا ابو شاكر، ايش جاي حلفين عليه؟ لك يا حلفوا على قتلك ان شاء الله، شو بترجع الموت سكر؟ روح عنا يا روح عنا. كلامك مو حلو لا بيصير ولا بينامس. زينو زينو. والله ونقشت معك يا زينو وصار ابن حماك من العضوات وصار لازم ارفع سعر المشاريب. اكيد رح يدعمني ابو لمعي بهالمقترح اكيد. لك ايه ما عم بتوفي معي يا اخي، والله ما عم بتوفي معي. لك يا سكينة يا سكينة تعالي الحقيني سكينة. لك داعي اسمعي على المصيبة. شو عم تحكي؟ شو صاير؟ لك البيت انباع، انباع وسعدين مو مبينين. لك عن انو بيت عم تحكي؟ لك عن بيت، بيت لمعاد خانو تبع الصالحية والسعدين اثنين مو باينة وين أراضيهم. ويعني قامتي شو عم تحكي؟ لك ايه، ايه وهي جيتي من الصالحية. وتأكدت من هالحكي؟ اتأكدت. لك ما تأكدت؟ وبهالحالة الخانو ما عاد تكمل معروفة معنا وحنبقى طول العمر بدون خلفة. هلأ منين قصة الخلفة وفهمني كيف انباع البيت؟ لك مفات صاحب البيت الجديد قدام عيوني على البيت.
يا لطيف. لكن ليش؟ ليه جاي لعندك كواع وركب؟ يعني معقول يطلعوا حلمي وعدلي كذابين وينصبوا على الخانه؟ لك يا سكينه، مو يطلعوا وما طلعوا وخلصوا وباعوا البيت بدون علم الخانم. لك نستنى لحد شي علي ونروح نخبر لمعاك خانم. لا تعلمك، بتروحي لحالك بتخبري خانم تبعك. لا حبيبي، بدك تروح معي وتحكي لها شو صار معك بالحرف الواحد. ايوه. لا يستر عليكي، انت بدك تخبري خانم تبعك. ما بصير، بدك تروح معي وتفهمها كل شيء. انت انا مو ناقصني شرشحه. هي الخانم بدون ما تعرف انه هدول الشباب نصبوا عليها كانت حتاكلني بدون ملح. لك المخلوقة مفضله علينا، مو حلوه تخجلني قدامها. يلا الله يرضى عليك كرمالي، روح معي. يلا لك يا سكينه. ولكني بدك تروح معي، يعني بدك تروح معي. شي لك يضرب الفقير وعيشته. طلع لك، طلع ابو لمعي، طلع. شحوا شحوا عند حماري، شحوا اخيرا. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. خبرنا ابو لمعي شو صار معك. باركوني يا رجال، ضموك للعضوات. ضموك؟ ما حزرت. رشحوك للوزارة؟ كمان ما حزرت. للبرلمان؟ وين شطحت ابو الفوز؟ مصبوك بدال الزعيم ابو طالب. تف من تمك، شو عم تحكي؟ اذا كان شو؟ اول باشتان رح ياخذوا كل مقترحاتي ويشتغلوا فيها على الحريك. الله اكبر. وتاني باشتان صرت مسؤول عن صندوق التبرعات لاخواننا بالجزائر. لك يقبرني ربك يا ابن حماي، يقبرني ربك، يعني رح يسأل صوتك بالجزائر. مالك علي يمين، للصين بإذن الله. ونحن أبو لمعي شبكن أنتو أبشاكر؟ يعني ما بيطلع لنا شي لحسة من الدوكة؟ شبك أبشاكر، مو أنتو بتكون تآثروني بالمنصب؟ شلون؟ اليوم بتشرفوني على العشاء على بيتكم الصغير وبنقعد بنحكي سوا. أوه عتقلي العشاء أشياء ومقادم وسجقات. ليش شبه الأشياء أبو شاكر؟ بتعمل لي تلبك معوي. تلبك شو؟ تلبك معوي، يعني بتجعني أمعائي. أخي بلا الأشياء من أساسه، شو رأيكم بأكلة ششبراك؟ أيوة. يا عيني عليكم، معناتها اليوم تجوا لعندي بنحكي بموضوع التبرعات وبنحكي بمصير الكتلة الشعبية. نعم ماشي ماشي, ماشي. يلا كل واحد على شغله. الله يعطيكم العافية. السلام عليكم. الله معكم، مع السلامة. لك صهري؟ مري ابن حماي. فرحت لي؟ لك شو ما فرحت لك، فرحت لك خيرات الله. بس يعني أبو لمعي بدك تسعالي كمان، أنا الثاني انحز إصبعي. لكان الأقربون أولى بالمعروف يا أخي. لك يقبرني ربك. إيه يقبرني ربك. هلا مالك بالطويلة مو صهر؟ أخي هالصندوق مو عاجبني. شو يعني؟ شبنا صهري، إذا بدك تلحس إصبعتك بدك تفتح لي منخك. ها من جهة فتح، انت بتعرف اني انا فتح لك ابو لمعي، بس يعني بدك تفهمني بالمشرمحي لانه احيانا بيسكر مخي بصير طلطميس. لك شبنا صهري عم تفت برات الصحن، عم نقلك الصندوق هاد مو ظابط، فهمها؟ اكسره. لك صحي انت طلطميس. طيب احرقه. لك ليشك عم تخلط مي وزيت، فهمها عالطاير. لك يا حبيبي يا ابو لمعي، دجني اياها وخلص من هالقصة بقى. بتبدل لي هذا الصندوق على صندوق كبير وبتعمل له وش دهان ظابط مشان تشعر العالم كله بالتغيير. إيه احكي من الاول هالحكي ابو لمعي، احكي من الاول هالحكي. يا صهري السياسه بدها كركحه وبدها فتحها. لك يقبرني ربك شو مخضرم. ايه يقبرني ربك شو مخضرم. اخي انت اترك الصندوق علي وانت التهي بالسياسه تبعك. الله يرضى عليك يا صهري بالسرعه اللازمه. منت علينا صهر حبيبي. يا صهري شوف شغلك. الله يخلينا اياك يا ابن حماي، انت بتأمر ونحن بننفذ. سيد راسي وين بدك تبدل الصندوق يا زينو؟ لك وين بدك تبدل الصندوق؟ لك فتح مخاك. هاللي بدكن يا أنا حاضر. طمن بالك يا أبو طالب، وما بصير شيء إلا مثل ما بدك، ورح نخبرك بكل شيء أول بأول. شيخنا المهم العائلات كلها تتبلغ. الله يرضى عليكم. تكلوا على الله. يلا السلام عليكم. مع السلامة. السلام عليكم. الله معكم. الله معكم.
تأخر طلال. المقترحات تبع أبو لمعي جت بوقتها. حاجة سين جيم سين جيم تابت. مين وراء هالإهانة اللي تسببت لي من غامض علمه؟ الله يعافيك زعيم. شو هالخبر هيني جايبهم؟ والله هدول كانوا جوا بالمستودع يا زعيم. بتنظفوهم وبتوصلوهم لابو قاسم. اهلين بالزعيم. لا ترجع. رجع لسه. حسن شو؟ انت بتعرف وين طلال؟ وانا شلون بدي اعرف؟ لك شبك ليش معصب؟ مالك شايف شلون الزعيم مشي مش على طلال؟ شايفه شايفه اشتغل. من لما رجع الزعيم بالسلامة وعقلي عم يقلي مو على بعضه يا أخي في شي شاغله بس شو هالشي ما عم بعرف. بدر الدين خدامك زعيم. والله الشيء اللي عم يصير مع أبوك بحط العائلة الخسرانة. أنا بقول يا أما بيعرف مين ورا خطيفته وعم بيخطط براسه لشي شغلة، يا أما عم يحاول ينسى الشيء اللي صار معه وما بده حدا يذكره فيه. طب ليش ما عم يحطنا بالصورة؟ والله ما بعرف. والله ما له بالعادة. وهذا حكينا. هلا خلينا نعجل نعزم أميرة وبعدين بنروح لعند الست سميرة وبطريقنا بنحكي مع حسن. أي شو هلا امشي. شو اللي عم بتقولوا انت وياها؟ شو اللي عم بتقولوا؟ هذا اللي صار يا خانم. هذا اللي صار بكل وقاحه بترجعوا لعندي لحتى تقولوا لي انهم باعوا البيت بدل ما انت وياها تنكشوا الدنيا عليهم لحتى تلاقوهم. طيب يعني مو جينا نخبرك يا خانم؟ بدون ما تخبروني لازم من حالكم تتصرفوا، لازم تنكشوا الارض لحتى تلاقوهم. ايه بس انا قلت لحالي انه بس اجي. بلا بس بلا علاقة فاضي، بتروحوا بتنكشوا الدنيا عليهم وبتعرفوا لي ليش باعوا البيت. امرك يا خانم. بسرعه يلا واوعك اوعك ترجع بدون ما تعرف لي شو صاير. تحرك. امرك يا خانم امرك. لك امشي. سكينة اعملي يا خانم امرك. بحال قدرتي انت وجوزك تلاقوا حلمي وعدلي رح اعطيكي 100 ليره ذهبيه حلال زلال. 100 ذهبيه؟ ايه 100 ليره ذهبيه. وهلا رح اعطيكي رعبون كمان. شو خرج ولا دور على حدا تاني؟ لا شو تدوري على حدا تاني، براسي انا خدامتك طبعا خرج. هي 10 ذهبيات رامي. بأمرك بصير خير. بدي اياكم تتحايلوا عليهم بالحيلة والمكر وتقنعوهم يكملوا شغلهم بخصوصي. ايه ليش لا؟ بصير خير بأمرك. وإذا كانوا طمعانين بالبيت والمالكانتين مبروك عليهم وإلهم أضعاف أضعاف إذا بينقذوني من البلوى اللي أنا فيها. صار. تحركي وما بدي اياكم تناموا لا انتي ولا جوزك لحتى تلاقوني. بامرك. انقلع. ايه بابا بنقلع. عم تلعبوا علي وانا مكسورة الجناحات. لك عم تلعبوا على لمعات خانو يلي بتهابها اميرات الارض ورحمة الأولياء الصالحين يوم يلي بطلع من السجن لحتى أقطعكم بسناني وأرميكم لكلاب البراري. لك أنا لمعات خانم المحتسب يلي مدوخة نص الأرض
يجوا اثنين ما بيسووا فرانك يلعبوا علي. ما حذرته، ما حذرته يا نور يا غجر، ما حذرته. هاتوا القلم من فضلكم ودواي. هدول شو؟ هدول من عبد المولى الكحيل، 3500. 3500 عبد المولى الكحيل، 3500. سكر. هدول 2500. من مين؟ هدول مأمون الدالاتي. مأمون دالاتي. سكر ولا لسه؟ سكر. هات عمي. هدول أمين أفندي السمكري. أمين أفندي السمكري. قد ايه؟ 2000. 2000 زدنا معه 1000. السلام عليكم. عليكم السلام. ما سكر يعني؟ ما سكر لسه. 1000. أهلين حسام. هاي حساب السيد نعيم حرب، 2850 ليرة. إن شاء الله ما تبلى القعدة الملوكية. انور الخان يا زعيم. عم تتلمع وتطيب بالكلام منشان يدللك الزعيم لك حسام. ايه بس على مين؟ ايه بحريماتي ما بتاخد البنت وانا فيي نفس. واي سكر. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك وينا؟ عمي روحوا انتوا هلا. امرك زعيم. احكي لي عود. لما عاد طلعت منقولي من سجن حمل لسجن الشام زعيم. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك. شيء. يعني لحد هلا ما نفذوا فيها حكم الاعدام؟ لا زعيم. تأكدت من هالشيء؟ 100%. وعرفت شو السبب لحتى نقلوها على الشام؟ طبعا عرفت زعيم. هن نقلوها لهون على اساس فورا ينفذوا فيها حكم الاعدام. اكيد اكيد زعيم. طيب ماشي ماشي، دير بالك على حالك. الله معك، مع السلامة. مريم مالك على بعدك؟ مزبوط، رحتي تحكي مع جوزك بشكل ورجعتي بشكل تاني. خير طمنينا، صاير شي مع النقيب حسان بمصر؟ لا لا ما في شي، ما صاير شي. كيف ما في شي؟ وشك مخفوق خفق. شغلتي بالنا مريم؟ والله صار قلبنا. احكي وطمنينا. بصراحة خبرني حسان إنه الأمور بمصر سيئة كتير بعد تصريحات الزعيم عبد الناصر مشان تأميم قناة السويس. وإمتى صار هالشي؟ الزعيم مصرح للصحافة بتأميم قناة السويس بالأيام اللي جاي، والدول الأوروبية وإسرائيل جاني نجلانة. يوه. ومثل ما فهمت منه إنه إسرائيل وبريطانيا وفرنسا عم يعملوا كل جهدهم ليمنعوا. إيه وهدول الدول شو إلهم مع الزعيم عبد الناصر؟ شو إلهم ست سميرة؟ ليش الدول الغربية تاركيننا بحالنا نحن العرب؟ كملي مريم وبعدين. وعم يقول لي حسان صاير نفير عام بكل قطعات الجيش المصري والله يستر. يا لطيف. اي والله. يلا يا بنات احنا لازم نمشي، دوبنا لحق نعزم نسوان الحارة. قاعدين والله ما شبعنا من شوفتكم. والله بدنا نعزم الجيران. بعدين هي انت مو جاي على خمسة اغتمال الشام؟ خلص بنقعد وبناخذ راحتنا بالحكي. بتشرف فيكم. يا ميت اهلا وسهلا. يلا بالاذن. خلي لي اياكم. هلا الله معكم. شرفتوا وانستوا. من بعد إذنك بدي أحكي معك كلمتين على الانفراد. تفضلي ست سميرة. هلأ صحيح الوقت مو مناسب، بس من متى وأنا عم حاكي الدكتور عصام بهالموضوع وما صار مجال أفتحه معك. ولا يهمك، خدي راحتك. بصراحة من أول زيارة شرفتوا فيها لعنا وشفتها للست صالحة سكرة ودابت بقلبي. تسلمي، هذا من ذوقك. هلأ المهم من آخره، بتعطونا إياها لأخي؟ وشو ما طلبتوا نحن حاضرين. ولعلمك أخي موظف في وزارة الصناعة ومنصب رفيع وامكانياته جيدة. الحقيقة يا ست سميرة يعني نحن أكيد بيحصلنا الشرف، بس تفاجأتيني بالطلب. أنا يلي تفاجأت بجمالكم وسمعتكم الطيبة وأخلاقكم العالية. تسلم يا رب. على كلين أنتي تركي لي الموضوع لبعدين وأنا برد لك خبر. بس أمانة يا ست مريم لا تطولي كتير بالموضوع، لأنه أهلي عم بيدوروا له على عروس لأخي. يعني بس تركينا لنرتاح شوي. معلومك أبي رجع بالسلامة من كم يوم ومعجوقين شوي برجعته. بس زكاتك لا تطولي كتير بالسيرة وتمطمطي فيها، لأنه أنا حكيت له لأخي عن جمال وحسن صالحة وطار عقله فيه. بيصير خير إن شاء الله.
وعلى فكرة الدكتور عصام فاتحوا للنقيب حسان بالموضوع، ما بعرف إذا حكالك هالشي بالمكالمة. لا ما حكالي، بيكون مشغول بالوضع عندهم، بس مو مشكلة بيصير خير إن شاء الله. شو صار معك مريم؟ تاركتينا برا واقفين وقاعدين عم تحكوا؟ لا عليكني جاي، يلا بخاطرك. مع السلامة، شرفتوا. والله يا جماعة هالبنت ما بتتفوت بنوب بنوب. طمنيني يا خانم، إن شاء الله عطوكن الجماعة. عطونا شو؟ مو حضرتك إنك تطلبي صالحة لجناب أخوكي؟ أيوة، وأنت مين قالك إنه نحن رحنا وطلبناها للبنت؟ ليش أنت مو هلأ حضرتك أنت عم تحكي مع الست مريم مشان موضوع الخطبة؟ وأنت شو عرفك؟ شفتك عم تتأمليها يا خانم من فوق لتحت. لك مو معقولة قديشك بنت فطنة وذكية وفهلوية كمان. تربايتك يا خانم، بس ما قلتي لي شو صار معكم بالخطبة؟ هلأ فوتي نعلق على الطبخة ومنكمل حديثنا جوا. على راسي على راسي يا خانم. ولا يهمك عمي ولا يهمك، قلي إمتى بعثت الرسالة لمحمد؟ من وقت ما خبرتني عمي. كثير منيح، الله يرضى عليك، إذا جاوبك بتبلغني فورا، إذا ما لقيتني بالخان بتلاقيني بالديوان. أكيد عمي، أكيد. أنت رجال أبضاي، بدي أشكرك مشان مرافقتك لنسيبنا طلال على حما. أعوذ بالله يا عمي، أنا والسيارة بخدامتك بأي وقت. الله يبارك فيك، المهم تابع لي موضوع محمد. براسي عمي. الله يبارك فيك، أخي مشان روحتك على حما، خليها سرية بدون ما حدا يدرى. من هالناحية ما يكون لك فكرة بنوب، بير ما له قرار. وأساساً أنا روحت حما كلياتها ما بعرف ليش، سوى أني رحت ورجعت مع عمي طلال. خير خير، كله خير، المهم يضل سري. أكيد عمي أكيد. شاكر الله لا يحرمنا ياك يا زعيم. الله يخلينا يا زعيم. الله يمد لنا بعمره. الله لا يحرمنا الزعيم. شو سيره يا شباب؟ والله طاش حجري. ومشان شو طاش حجره؟ انا مسؤول على صندوق التبرعات، ليش الزعيم واقف مع واحد فصعوه مثل احمد عم ياخذ ويعطي؟ ليش ما يجي ياخذ ويعطي معي؟ ما بقول لك يا ابن حماي الا انه في شيء بين الزعيم ابو طالب وصهره طلال وهذا الفصعون احمد. شيء مثل شو يعني؟ شو بيعرفني؟ بس اكيد في شيء، يعني انا بتوقع انه في شيء. والله انا ظني بالي انه يمكن يحط هالفصعون هذا احمد بدالك على الصندوق. بصلاه محمد، مثل ما عم قلك شنو هذا الفصعون متعلم وفهمان، مو مثلك جاهل ومطرود من الصف الثالث من المدرسه. صحيح انا طلعت طرد من الصف الثالث، بس يعني بمشي حالي فك الحرف. والله انا يا ابو لمعي زنبك على جنبك، عم نبهك. ها العمى، ما حنا نصطهج بالمنصب. ابو لمعي المناصب ما بتدوم، طايره ما بدك تدير بالها. يا لطيف لك، طالما هيك انا مستعد كفي تعليمي. لك برافو عليك، لازم تكمل تعليمك مشان تضل بالمنصب. يا على دمي ما بيروح هذا المنصب اذا بدي كفي تعليمي بالصين. وانا بظهرك ابن حماي، بظهرك لعيونك. شو بدك احسن من هيك؟ وهي صهرك بظهرك. انتوا علينا. والله أنا شايف يا زينو صاير مؤامرة كبيرة كتير كتير على أولى معي. إيه والله يا أبو شاكر مؤامرة كبيرة، بس أنا ما بتركه لو على رقبتي لأولى معي. برافو عليك. السلام عليكم يا شيخنا. صدق الله العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي عدي يا بنتي. عندك للسر مطرح يا شيخنا؟ اتفضلي يا بنتي احكي. جوزي يا سيدنا صار له غايب عني قريب 6-7 أشهر وما بعرف عنه شيء. يا لطيف. اي نعم يا سيدنا. وشو المسببات يا بنتي؟ على اساس طلع لبيروت يدور على شغل، ولا عاد بعت لي مرسال ولا عاد بعت لي خبر يطمن قلبي عليه. الحاسه يا بنتي كملي. وجن جنان اهلي عليه وصار بده يطلقوني باسرع وقت. شو هالحكي؟ اي نعم يا سيدنا، وانا بدي اياه لجوزي
ولا ببطني ولد. وليش أهلك مستعجلين على الطلاق يا بنتي؟ مو هنا من الأساس ما بدهن يا شيخنا. أيوة لهيك قلت بجي وبسأل جنابك، بصير اتطلق منه لا سمح الله بغيابه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت بنت مين يا بنتي؟ أنا بنت أبو عادل الشيباني يا سيدنا. يا خلص خلص، أنا بحكي مع أبوك وبحل الموضوع. بس طعمك حجة ما بتجيب له سيرة إنه أنا اللي قلت لك. لا لا طمني، أنا رح أحل الموضوع بدون ما أجيب سيرتك. أنت روحي تيسري يا بنتي، وأنا رح أشوف أبوك وأحكي معه وإنهي الموضوع بإذن الله. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هالمرة مرقت على خير وقدرنا نسترد شوية رعبين من جماعتنا، بس مرة تانية ناضية خانم احزمي أمورك مع جماعتك قبل ما تورطينا مع جماعتنا. يعني أنا مبسوطة بالشي اللي صار، بس الجماعة قلبوا شنو اللي كانوا بدهم يشتغلوا لها ماتت. ماتت ولا عاشت، هاي مو شغلتنا يو. زرعية بدأني هالمرة. امسكي امسكي من ايدي هالميت ذهبة بالزور يا عويلة لحتى قدرنا نأمنهم. امسكي من ايدي. ميت ذهبة؟ ايه ميت ذهبة حبيبتي، امسكي من ايدي ولا تخليني ازعل منك اكتر ماني زعلانة. بس ميت ذهبة قليل كتير، وهيك رح تخليني اعلى مع جماعتي. ليش نحنا ما علقنا مع جماعتنا يعني؟ لك اصلا هي عملت تعملية انت وجماعتك؟ حسبي الله ونعم الوكيل من هالسيرة، بس جماعتي ما رح يقبلوا. ايه عم قلك بميت يا عويلة وبألف خناقة وخناقة لقدرنا نأمنك هالميت ذهبية يا بنت الحلال. وشو بدي أقول للجماعة؟ قولي لهم يحزموا أمورهم قبل ما يلبكوا الناس. يلا بخاطرك. لا أيو يمين وعظيم ما بتقومي قبل ما نشرب فنجان قهوة. هزيتي لي بدني وبدنه لجناب المستشار، وبدك يعني ما روح من عندك لأشرب قهوتك؟ وحدي الله، في موضوع تاني بدنا نحكي فيه أنا وياكي وفيه رزق مرتبة. ليكونوا جماعة هالموضوع مثل الجماعة يلي قبله. هدول الجماعة غير شكل. ايه اذا هيك قومي اعملي لنا قهوة. من عيوني. وينك؟ سكر وسط. يوم بعدك. بدفع نص عمري، لا بدفع عمري كله لحتى أعرف ليش الزعيم أبو طالب عم يسأل عن حرمي ماتت وشبعي تموت. السلام عليكم. وعليكم السلام. عمي طلال وين كنتوا؟ أكيد كنتوا بمشوار بعيد حتى طلعتوا بالسيارة، مو هيك عمي طلال؟ عمي روحوا شوفوا شغلكم الله يرضى عليكم. عمي طلال إذا في شيء كاين قل لي، أنا خدامك. عمي طلال وحياة شواربك، إذا بدك شيء أنا جاهز على الموت والله. بعرف ما بتقصروا شباب، شوفوا شغلكم وخلوني شوف شغلي. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. إذا كانت لما تنفذ فيها الحكم وميتة من شهر زمان، مين بده يكون وراء الفصل اللي صار معي؟ إيه أنا بالأساس بعرف محبة الناس بالحارة من كبيرهم لصغيرهم، وشفت بعيوني لما رجعت على الحارة كيف استقبلوني صار عندهم عيد. وبرات الحارة مالي عدوين ولا لي مبغضين، لكن مين اللي بده يكون وراء الفصل الخائس اللي صار معي؟ شي لك لازم أعرف مين، لو على دمي ولا يمكن بحال من الأحوال أقبل بهالإهانة اللي حصلت معي. يا أخي ما في غيرة، لمعات
هي خصمي وعدوتي ليوم الدين. لك بس عم يقولوا ماتت وانعدمت. شيء لك مين؟